السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا ومسهلا بالجميع. اليوم إن شاء الله بسوي معكم برياني سهل وباللحم. عندي لحم طازج تقريبا كيلو، كذلك عندي عيش الوزير، بصل، فلفل بارد وحار، عندي هنا الطماطم، الزبادي، عندي هنا معجون الطماطم والطرشي، الزنجبيل، البهارات عندي كركم، بابريكا، عفوا فلفل كشميري، وكذلك الفلفل الأحمر، بهارات البرياني، وعندي هنا الملح، ثوم وزنجبيل. في البداية عندي وعاء على طول بحط اللحم، طبعا اللحم مغسل ومقطع مكعبات متوسطة تقريبا. بحط نص كمية البهارات والملح، طبعا بخلطهم كلهم مع بعض. وبحط نص كمية الثوم والزنجبيل. أيضا بحط الزبادي. كذلك ورق الغار. آخر شيء بحط الخل. خلطت كل المكونات مع بعض، الحين بتركها على جنب. حطيت زيت زيتون على طول، بنزل بصل، الفلفل البارد والحار. الحين بحرك لحد ما قبل النار. بحط ورق الغار، كذلك بنزل الثوم وزنجبيل. أول ما تطلع ريحة الثوم نحط طماطم، البهارات والملح، كذلك معجون الطماطم وطرش الزنجبيل. الحين بحط اللحم مع التتبيلة. سكر عليه لحد ما يستوي مع اللحم. خلونا نشيك على اللحم. يا ما شاء الله يا ريح، شوفوا تبارك الرحمن. الحين بشوف استوى اللحم، اذا جاهز خلاص بنحط العيش، واذا مو بجاهز ان شاء الله بكتم عليه مره ثانيه. طبعا الى الحين ما اضفت له ولا قطره ماء. أضيف له ماي، طبعا يحتاج له شوية وقت. خلاص كذي كافي، الحين بسكر عليه وبتركه كذلك لحد ما يستوي معي اللحم. بسم الله، خلاص جهز معي اللحم. طبعا كمل 45 دقيقة. الحين بضيف الكزبرة ثم بضيف العيش.
حطيت العيش، والحين بحط معكم البصل المغرمش. شوف طبعا هذا البصل انا مسوينه بنفسي، الحين بحط لكم ان شاء الله الطريقه. وايضا بحط صبغه الزعفران مع ماء الورد. الحين ان شاء الله بسكر عليه لمده 15 دقيقه. البرياني، أتشار، البصل مع الليمون، الشيطني الأخضر، كذي صار أحلى برياني ممكن تسوه. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا شكل النهاية لوصفتنا اليوم، علينا وعلى عيونكم بالف عافية. شوفوا ما شاء الله جمال هالبرياني، طبعا أسهل طريقة للبرياني هذا. إن شاء الله أنكم تجربوها وتستمتعوا فيها. إن شاء الله بوريكم استواء اللحم. شوفوا هذه قطعة كبيرة، شوفوا ما شاء الله كيف ذايب، شوفت عينكم. بسم الله.